هكذا بدت أجواء الموسيقى بدار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق ضمن الحفل الذي أحيته كل من عزيفتي الفلوت مارلا سحناوي والبيانو سيفلاتنا الشطة على خشبة مسرح الدراما. نحن اليوم حفلة أنا ومارلا يعني حفلة برنامج موسيقى فرنسية وهيك حفلة نحن عامل هيك كبيرة حفلة أول مرة أنا ومارلا يعني زمان ما بعد ولسه ما أحد سلكي الوادي ما أحد علي وهيك حفلة كبيرة اليوم. أحد أهداف دار الأسد للثقافة والفنون هي دعم المشاريع الثقافية للموسيقيين الذين لديهم مشروع موسيقي يحتوي على فكر ثقافي أكاديمي. نحن واجبنا أنه نطرح هذا الفكر على الجمهور ونقدم هذا المشروع لحتى يقدر يشق طريقه في عالم الاحتراف. فاليوم نحن لعازفة فلوت خريجة جديدة من المعهد العالي للموسيقى قدمت مشروعها الموسيقي في العزف المنفرد مع مرافقة بيانو وهذا الشيء كان كتير مميز لأنه قدمت قطع فعلاً على مستوى عالي من الاحترافية على مستوى عالي من الجمالية وأيضا كحضور وكشخصية على المسرح كانت متميزة. حفلة اليوم هي موسيقية مميزة لعدة أسباب. أول سبب أنه نشوف خريجين المعهد العالي للموسيقى من جيل الشباب متحمسين مستمرين بالعمل مستمرين بالعطاء يحضروا برامج موسيقية ويقدموا على خشبة المسرح. الموضوع الثاني نشوف الجمهور اللي عم بيتابع هيك برنامج ما كان سهل ابدا. موسيقى الفرنسيه بنهايه العصر الرومانسي بدايه القرن العشرين موسيقى بحاجه للثقافه بحاجه لاشخاص عندهم رغبة بالاستمتاع استماع والانصات. امسيه رائعه امسيه بتحسسك انه رجعت البلد عاشت رجعت البلد رجع الفن رجعت الثقافه رجعوا الجيل الجديد يرجع يبني شيء جديد وهلا ان شاء الله الطلاب اللي كانوا عم يتفرجوا عليها كلهم بالمستقبل بيكونوا هيك عازفات وعازفين رائعين ويرجعوا يرفعوا هالبلد ويحملوها لفرح وثقافه. الحفل تضمن مجموعة من الأعمال الموسيقية العالمية ويأتي ضمن مشروع دعم العازفين والمغنيين الشباب الذي ترعاه وزارة الثقافة.